الفيمورال نيرف يخرج الفيمورال نيرف من اللامبر بليكسس ان ذا ابدومين. قبل ما اتكلم واخوض في التفصيلات بنذكر ان الهيد لاينز في كلامي على اي نيرف او ارتري او فين او ليمفاتيك تشمل 4 بوينتس: بيجينينج اند كورس اند ريليشنز البرانشز. الفيمورال نيرف خرج من اللامبر بليكسس، واللامبر بليكسس دي بليكسس اوف نيرفز مكونه من الابر لامبر نيرفز، مكانها في الابدومين انسايد ذا سبستانس اوف سوس ميجور ماسل. يخرج من هذه البليكسس مجموعه من النيرفز في اتجاهات مختلفه، كان اهمهم الفيمورال نيرف. يجي الفيمورال نيرف من الابدومين يدخل للساي، في مكان دخلته للساي كان دخل بيلو اند بيهايند ذا انجوينال ليجامنت جاست لاترال تو ذا فيمورال ارتري بط اوت سايد ذا فيمورال شيس. الفيمورال شيس كان بيغلف الفيمورال ارتري والفيمورال فين، اما الفيمورال نيرف الكبير كان خارج الشيس، يقع لاترال للارتري خارج للشيس. لكن نحب نذكر ان في فيمورال نيرف صغير قاعد لاترال للارتري انسايد ذا شيس، هو الفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف، اما الفيمورال نيرف الكبير فكان بره الشيس. يمشي الفيمورال نيرف لاترال للارتري، الكورس بتاعه هيمشي في الجروف بين الالياكس ماسل اون ذا لاترال سايد and the psoas major muscle in the medial side. فين الصوص اللي مش شايفها؟ ببساطة شديدة الفيمورال ارتري والفيمورال فين السرير بتاعهم، السرير يعني اللي قاعد ديب لهم هو psoas major muscle. اذا psoas major muscle هي سرير لكل من، هي بد، بد يعني قاعدة بلو، يعني قاعدة بيهايند ذا فيمورال ارتري اند فيمورال فين. في هذا الجروف الفاصل بين الالياكس والصوص ماسل اللي تحت هنا هنجد الفيمورال نيرف يمشي، هيمشي فور افيري شورت كورس لا يتعدى ال 4 سنتي. سون هينقسم الى قسمين اثنين، هينقسم الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. يبقى انتيريور ديفيجن ماشي من قدام وبوستيريور ديفيجن ماشي من ورا. ايه ما هو الحد الفاصل بين الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن؟ الحد الفاصل هو وجود هذا الشريان. طب مين الشريان ده؟ شوفوا طالع منين؟ طالع من هذا الشريان. ومين ده؟ ده كان اكبر ارتري طالع من الفيمورال ارتري اللي هو البروفاندا فيموريس ارتري اللي هو ده، اللي اسمه التاني زي ما اتفقنا في المحاضره اللي فاتت هو الديب فيمورال ارتري، اللي احنا قلنا بروفاندا تعني ديب، بروفاندا فيمورال او بروفاندا فيموريس هو الديب فيمورال ارتري. يخرج من الديب فيمورال ارتري او البروفاندا فيموريس ارتري يخرج اللاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري. اللاترال سيركمفليكس فيمورال بيتفرع لكذا فرع، كان بيتفرع لاسندنج وبيتفرع لفرع اسمه ديسندنج وفرع يلف من جوه اسمه ترانسفيرس. هذه البرانشز هتفصل بين الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن. طيب سون هينقسم الفيمورال نيرف الى تو ديفيجنز، انتيريور ودي البرانشز بتاعته وبوستيريور ودي البرانشز بتاعته. كل من الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن يتفرع الى عدد اكبر من البرانشز، كل منهم يدي 3 برانشز. من البرانش من الديفيجن الاول اوف ذا فيمورال نيرف التلاتة برانشز كان واحد ماسكولار واثنين كيوتينيوس. الماسكولار هو برانش اللي هو ده اللي رايح للعضله اللي اسمها السرتوريس اللي هي ديت. اما الكيوتينيوس برانشز بتاعته فهو الميديال اند انترميديات كيوتينيوس نيرفز اوف ذا ساي. ده الانتيريور ديفيجن. طب ماذا عن البوستيريور ديفيجن؟ هيدي مجموعتين من البرانشز. المجموعه الاولى كان في صورة 7 إلى 8 نيرفز كانت هتغذي جميع عضلات الفرونت اوف ذا ساي، ولكل عضلة يجي 1 أو 2 أو 3 برانشز، منها ادي الريكتس فيموريس ماسل
ومنها ادي ادي بقيه الريكتس فيمورس ماسل، والعضله الثانيه ديت كانت الفاستس ميدياليز ثم الفاستس لاتراليز والفاستس انترميدياس. طيب ومن هذه المجموعه يخرج مجموعه نيرف الصغيره واحد على الاقل كانت بتروح تغذي العضله اللي اسمها ارتيكولاري، دي الفاستس ميدياليز، وكانت هتغذي الارتيكولاري جينيو اللي قاعده تحت الفاستس انترميدياس. يبقى البوستير فيجن هيعطي ثلاثة برانش زي الانتيريور، بس الانتيريور كان واحد ماسكولار الساتوريوس واثنين كوتينيوس اللي هم الميديال والانترميديات كوتينيوس نيرفس اوف ذا سايد. اما البوستيريور ديفيجن فكان بيعطي اثنين ماسكولار وواحد كيوتينيوس. الكيوتينيوس بتاعه الوحيد اللي هو العصب ده، هذا العصب الكيوتينيوس الوحيد اللي اسمه السافينس نيرف، وهتكلم عنه لوحده الان. ده السافينس نيرف، ده العصب الكيوتينيوس الوحيد اللي هو السافينس نيرف اللي هو ده. طيب اما الماسكولار احنا قلنا ديت مجموعتين، مجموعه كبيره جدا من عدد 7-8 نيرفس تروح تغذي عضلات الكوادريسبس، لكل واحد لكل عضله واحد او اثنين او ثلاثه من البرانشز زي ما احنا شايفين في هذا الدياجرام. اما الماسكولار الماسكولار الثاني كان رايح للارتيكولاري جينيو. نيجي بعد كده للكيوتينس برانشز الوحيد اللي طالع من البوستير فيجن اللي هو اسمه السافينس نيرف. السافينس نيرف واحد من اللونجست كيوتينس نيرفز اوف ذا بودي، يخرج من البوستيريور ديفيجن اوف ذا فيمورال نيرف. في الاول كان قاعد لاترال للفيمورال ارتري زي ما احنا شايفين، وهو في الفيمورال تراينجل. طيب لما في نهايه الفيمورال تراينجل هيروح يعدي من لاترال للميديال سايد اوف ذا فيمورال ارتري ويدخل معاه للادكتور كانال. الادكتور كانال هنا اهي مفتوحه، يدخل للادكتور كانال ثم يخترق الروف اوف ذا ادكتور كانال ويمشي يبقى سب كيوتينيوس ويروح يغذي منطقه كبيره جدا حوالين النيو جوينت، وهيكمل المشوار بتاعه بعد كده في اللور لم زي ما هتضح لنا في الايه في المحاضرات اللي جايه. ده كانت البرانشز اوف ذا فيمورال نيرف. اذا جينا نشوف دياجرام توضيحي اسهل شويه، الساي الفيمر العضله ديت الالياكس على الميديال سايد كانت قاعده بالظبط السووس بيتحدوا مع بعض ويعملوا الاليوسووس، وكان ميديال للسووس هنجد البيكتينياس وميديال للبيكتينياس الادكتور لونجس، وتحت الادكتور لونجس تحت هنا بمعنى بلو كانت توجد الادكتور ماجنس بشقيها البيوبيك بارت الكبير و الاسكيال بارت الصغير والفتحه اللي بينهم اللي هي كانت الادكتور هيتس. وجالنا من فوق من هنا الفيمورال ارتري زي ما احنا عارفين ونهايته المعروفه اللي كانت بداخل الادكتور هيتس، وخرج من الارتري البروفاندا، ومن البروفاندا كانت هذه البرانشز الاسيندنج والترانسفيرس وكان الديسيندنج. هيجي بعد كده عندنا الفيمورال فين، وهو كان علاقته بالفيمورال ارتري زي ما احنا عارفين كان وهو في الادكتور كان قاعد ديب بمعنى بوستيريور ثم يغير وضعه ويصبح راقدا على الميديال سايد اوف ذا فيمورال ارتري بس في منطقه الفيمورال تريانجل. طيب ودي الادكتور كانال اللي كانوا قاعدين بداخلها. بخصوص النيرف بتاعنا اللي اسمه الفيمورال نيرف، احنا قلنا كان جاي من الابدومن بتوين ذا الياكس لاترالي اند ذا سووس ميديالي في جروف مخصوص مدفون بداخل هذا الجروف. على طول هينقسم لقسمين اثنين انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. مين اللي قسمه؟ اللي قسمه هو اللاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري حيثما يتفرع في السبيس اللي بتوين الانتيريور والبوستيريور ديفيجنز، ثم يخرج بعد ذلك من كل منهم البرانشز المختلفه. ادي البوستيريور ديفيجن وادي كان النيرف بتاعنا اللي هو السافينس نيرف، كان ماشي لاترال للارتري بعد كده يمشي انتيريور للارتري بعد كده يمشي على الميديال سايد اوف ذا ارتري في الادكتور كانال. طيب بهذا الشكل احنا فرغنا من الفيمورال نيرف وفرغنا من الكونتنتس اوف ذا فيمورال ترينجل.
لو بصينا هنا على الرسمه ديت هنجد ان في كنال اهي. الكنال ديت قاعده بتوين عضلات الفرونت اوف ذا ثاي. الكنال ديت اسمها ادكتور كنال، او يقولوا عليها سبسارتوريال كنال، او يقولوا عليها هانترز كنال. الكنال دي واضحه جدا في هذا الكروس سيكشن. هذا الكروس سيكشن اكروس ذا ثاي في منطقه الميدل اوف ذا ثاي، الفيمر في النص، وده اللينيا اسبرا اللي هو البوستيريور بوردر اوف ذا شافت اللي كان واضح جدا عند الميدل ثيرد، وادي الدايركشنز بتاعتنا. اذا كان ده انتيريور فيبقى ده بوستيريور، بقول ده بوستيريور لانه في اتجاه اللينيا اسبرا، وهذا الاتجاه هو لاترال وهذا الاتجاه هو ميديال. الكنال بتاعتنا اللي اسمها سبسارتوريال كنال، اللي اسمها الدكتور كنال، اللي اسمها هانترز كنال. علشان نشوف الباوندرز والكونتنتس والروف والفلور بتوعها، احنا نتذكر مع بعضنا في هذا السكشن ان قاعد على الميديال سايد كانت السارتوريوس ماسل، وكانت الفاستس ميدياليز كانت قاعده لاترال للسارتوريوس وميديال للشافت اوف ذا فيمر. ودي كانت الادكتور لونجس، دي احدى العضلات الكبيره اللي كانت بتشكل واحده من المسلز اوف ذا ميديال سايد اوف ذا ثاي، وكان قاعد ديب لها بمعنى بوستيريور الادكتور لونج بريفيس ثم الادكتور ماجنس. وجود الفاستس ميدياليز ووجود السرتوريوس والادكتور لونجس ومن تحتها الادكتور بريفيس ولا الادكتور ماجنس بهذا الشكل سهم في وجود كنال. هذه الكنال تقع بين العضلات فتعرفها هي انترماسكولار تشانل. انترماسكولار تشانل تقع بتوين عضلات الفرونت اوف ذا ثاي. الباوندريز بتاعتها انتروميديالي كانت تقع السارتوريوس ماسل، انترولاترالي الفاستس ميدياليز، اما بوستيريوري يعني الفلور فكان من فوق في مستوى عالي في الفرونت اوف ذا ثاي، فكان نجد الادكتور لونجس. في مستوى تحت شويه هنجد الادكتور ماجنس. ده كان الروف والفلور والباوندريز. بخصوص الكونتنتس هنجد بداخل هذه الكنال هنجد الفيمورال ارتري كان ماشي، وقاعد بوستيريور له كان الفيمورال فين، قاعد لاترال للفيمورال ارتري في الابر بارت اوف ذا كنال كان في عند النيرف تو فاستس ميدياليز، وكان فوق الارتري كان في السافينس نيرف. بعد ما غير اتجاهه من لاترال هيبقى فرونت، وتحت شويه هيبقى يقع على الميديال سايد. طيب الادكتور لونجس ماسل اللي هي كانت بتشكل الفلور اوف ذا ادكتور كانال كان قاعد تحت منها البروفاندا فيموريس فين، وتحت من الفين كان في عندي البروفاندا فيموريس ارتري. يبقى اذا انسايد ذا كافيتي اوف ذا ادكتور كانال هنجد فيه 1 ارتري و1 فين و2 نيرفز، الفيمورال ارتري، الفيمورال فين، النيرف اللي رايح يغذي الفاستس ميدياليز، ثم السافينس نيرف. طيب بره الكنال تحت الادكتور لونجس كان في البروفاندا فين ثم البروفاندا ارتري. هنا بيتراءى للممتحن ان يسال الطالب سؤال تشريح تطبيقي، سؤال لطيف جدا، بيقول له لو انسان اخذ رصاصه دخلت في هذا المكان عند الايبكس اوف فيمورال ترينجل وطلعت من قدام ورجعت على ورا، قول لي ترتيب الاستراكشرز اللي ممكن تصاب بهذه الطلقه الناريه. فكان ترتيب الاستراكشرز المهمه هو الفيمورال ارتري موست انتيريور، يليه يعني بوستيريور له الفيمورال فين ثم الادكتور لونجس، فالبروفاندا فين؟ فين؟ فالبروفاندا ارتري. ده كان ترتيب الاستراكشرز في اللي ممكن تتصاب بفعل جان شوت يعني طلقه ناريه او اصابه باله مدببه من الفرنت للباك. احنا